السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دكتورة أرواء. اليوم بقدم لكم فرصة العمل مع شركة ألوفيرا كومباني أو شركة فور إيفر ليفينج الأمريكية. طبعا بالبداية حابة أخبركم إنه العمل بهاي الصناعة مربح جدا جدا، واللي بيثبت صحة كلامنا هو تزايد الأرباح اللي حصلت عليها الشركة ما بين سنتين 2015 وال 2017، أخذناه على وجه المقارنة. فمنلاحظ من خلال هذا الجدول اللي باين عندكم انه معدل النمو السنوي عم يزداد معنا. طبعا الشيء اللي لازم تعرفه، الشيء اللي لازم تدققوا عليه اول شيء قبل ما تدخلوا لاي شركة، هل هي جلوبال او لا، نعرف عن تاريخها. طبعا كيف قصة فور ايفر؟ اول شيء شركة فور ايفر تأسست في عام 1978، طبعا صار لها اكثر من 42 سنة ومنتشرة في اكثر من 160 دولة في العالم، وإلها في الدولة الواحدة اكثر من 3 فروع او 4 فروع. فعلى سبيل المثال في المملكة العربية السعودية في إلها 6 فروع. طبعا مقر الشركة في الولايات المتحدة الامريكية في ولاية اريزونا. طبعا اللي حابة أخبركم إنه الشركة بتمتلك الأراضي اللي بتزرع فيها النبتة، نبتة الألوة أو الألوفيرا، يلي رح تعرفوا تفاصيل عنها من خلال هاي المحاضرة. طبعا الشركة ميزاتها الاقتصادية إنه خالية من الديون، يعني ما في عليها دهون، غير مدروجة بالبورصة، فريق الإدارة له خبرة طويلة، وطبعا عضو فخري بشركة البيع المباشر. مؤسس الشركة هو ريكس مورغان أو ريكس مور، وهي نبذة من الأراضي اللي عنده. طبعا ليش منركز على نبات الألوة أو الألوفيرا؟ طبعا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ماذا في الأمرين من الشفاء؟ الصبر والثفاء. طبعا الصبر هو الصبار، طبعا الصبار أو الألوفيرا لها فوائد صحية من الداخل والخارج، يعني بتفيدنا لجسمنا من الداخل، تنظيف الجسم، دعم صحة الجهاز الهضمي، تعزيز المناعة. طبعا ان ناخد كل المغذيات، وايضا تفيدنا بترطيب الجسم. جل الالوفيرا اللي اهتمت الشركة فيه لانه الشركة بتمتلك اكبر مزارع للالوفيرا، وهي اكبر مصنع للالوفيرا، يعني بتزرع وبتصدر نبتة الالوفيرا. الأهم شيء أنه بتهتم كتير بحصاد، يعني بتهتم بالنبتة بداية من أني أنا زرعت النبتة، إلى أنه ما بنستخدم مبيدات حشرية ولا بنستخدم أي شيء كيماوي، وممنوع أيضا تمر الطائرات من الأراضي اللي مزروعة فيها الألوفيرا للشركة. طبعا المنتجات مهمة جدا جدا، والأفضل إنها رائعة جدا. ليش؟ يعني منلاحظ إنها لكل نواحي الحياة بتلزمنا. في عندنا منتجات للعناية بالبشرة والجلد، عندنا منتجات مكملات غذائية لصحة الدماغ والقلب، في عندنا أشياء لصحة العظام والمفاصل، تحكم بالوزن زيادة أو نقصان، في عندنا كمان تقوية جهاز المناعة، في عندنا منتجات تنظيف، وأيضا في أشياء للجمال. أهم شيء نحن عم نحكي عن قسم هو قسم العسل. طبعا قال سبحانه وتعالى انه العسل فيه شفاء للناس، ومن هذا المنطلق في عندنا منتجات متنوعة، منتجات الاستخدام المنزلي عندنا لحتى تكون منزلنا نظيف وحتى يكون معقم خالي من الميكروبات. في عندنا ايضا مكملات غذائية هتعرفوا عليها ان شاء الله يا رب، مثل الترا رايت ودايلي فور ايفر دايلي. في عندنا ايضا منتجات للعناية الشخصية مثل شامبوهات، صابون جل الحلاقة، معجون اسنان، صابون لتنظيف البشرة وايضا يصلح لليدين. في عندنا اشياء لمكافحة الشيخوخة، منتجات للجلد، اشياء كتيرة. في عندنا هدول المنتجات للتحكم بالوزن C9 والF 15 وفيتال 5. طبعا كل هاي الاشياء منلاحظ انه الناس كلها بحاجتها، سواء منتجات العناية الشخصية أو تحكم بالوزن أو هذا أهم شيء وبتلزمنا لنا. طبعا فور ايفر لكل شخص، وخيارات ما بتنتهي. أول شيء فينا نجرب هاي المنتجات وأكيد حتكون صحتنا وحياتنا أفضل،
ونتشارك هاي المنتجات مع المحيط الخاص فينا، أصدقائنا، معارفنا، عائلتنا، لأنه نحن رح نعطيهم الأفضل. وأيضا تغيير الحياة على الصعيد المادي، يكون عندنا فلوس أكثر. هذا الموضوع اللي بتتركز عليه موضوع محاضرتنا لليوم، إني أنا أستفيد من فرصة فوريفر كتغيير للحياة، إني أنا يكون في عندي دخل شهري متزايد، يكون في عندي أمان، يعني حقيبة فيها فلوس، أنا ما خاف من المستقبل لأني أنا ضامن إنه في عندي شغل لبعدين. إني لو أنا حاليا بشتغل موظف وتفنشت من عملي، فأنا ما بخاف لأنه في عندي عمل قوي مع شركة فوريفر. طبعا انضم أكثر من 9.5 مليون لشركة فوريفر، وأنت ممكن تنضم لها حاليا، وبدن صاروا أكثر من 30 مليون، مو فقط 9.5 مليون، أكثر من 30 مليون شخص غيروا حياتهم، كسبوا سيارة، صارت صحتهم أفضل، طلعوا رحلات معانا، صار في عندهم تنمية ذاتية، صار شخصيتهم أقوى، أسلوب الحياة الأفضل، وقت أكثر للعيلة، هذا أهم شيء. فبظن هاي الأشياء بتجمعنا كلنا لحتى ننضم لفوريفر، وهي السبب اللي خلاني أيضا وكتير من زملائي لحتى ننضم لهاي الشركة. طبعا كل واحد فينا في عنده هدف معين، في أشخاص تحب السفر، في أشخاص تحب السيارات، في أشخاص تحب الأموال، في أشخاص تحب يكون في عندها ركيزة ترتكز عليها طول حياتها، اللي هو الراتب التقاعدي، إنه أنا حتى لو كبرت بالعمر فأنا حيكون عندي مدخول، تمام؟ في أشخاص بتقول أنا حابب أضمن حياة أولادي لبعدين وأوفر لهم مصاري. يعني كلياتنا منفكر تفكيرات مختلفة، ولكن القاعدة هي واحدة، فوريفر اللي بتجمعنا من البيت، من منزلنا فينا نشتغل ونكسب كل هاي الأشياء. ما في أي عوائق تمنعنا أنه ننضم للشركة، ولا مطلوب مننا أي شيء غير الجدية والعمل. طبعا فينا نحصل على سيارة أحلامنا، هي ضمن حوافز فوريفر اللي بتعطي على مدى 3 سنين كراتب ثابت مبالغ بتتراوح من 400 دولار ل 800 دولار. طبعا ونحن ونشاطنا أكيد في حوافز السفر لكل أنحاء العالم، وكتير ناس استفادت من هذا الحافز وشافت العالم. في كان ناس ما كانت تتخيل أنها تطلع برا البيت حتى أو برا محافظتها، فطلعت إلى مدن العالم. حلو بالموضوع أنه فوريفر بتوفر لنا التيكتس والفنادق، ونحن فقط نروح يعني نغير جو. كمان في عندنا حافز نقدي، الناس اللي تحب أنه أنا لازم يكون في عندي بونس، وحاب يكون في عندي فلوس بالبنك، فالشركة أيضا بتوفر هذا الموضوع من خلال حافز السفر أو حافز مشاركة الأرباح السنوية. شو أنا رح أستفيد من العمل مع شركة فوريفر؟ أول شيء التسجيل مجاني، ما حد يقول لك ادفع فلوس وأعطيك عضوية أبدا، وما في أصلا رسوم على الاشتراك السنوي إنه جدد عضويتك بالشركة وادفع فلوس أبدا. أي سيد أو سيدة فيهم يدخلوا للشركة كموزعين لمنتجات الشركة بأي بلد بالعالم فيهم يشتغلوا، وفيهم يشتغلوا أيضا من أي بلد ولأي بلد بالعالم. المقصود فيه أنه أشخاص في السعودية فيهم يشتغلوا في ألمانيا وهكذا. تاني شيء، الميزة الثانية شراء بسعر الجملة، يعني أنا الشركة بتعطيني ميزة أني يعني أنا باخد خصم بيتروح بين 35% ل 48%، يعني كل هاي أرباح أنا بتعود إلي أنا. فبداية من سجل مباشرة الشركة بتعطينا أوبشن أني أنا حأخذ خصم 15% على طلباتنا الأولى، وبعد كذا حيصير في عندي تتالي للأرباح. ما في ما بنحتاج لرأس مال، أي مشروع بيحتاج لمبلغ ضخم لحتى نبدأ فيه فوريفر ما بتحتاج هذا الشيء، وأيضا ما بتحتاج تفرغ كامل، أو ما بتحتاج إنه لازم يكون في على رأسي مدير ويتعقب دوامي وتأخرت وخصمت عليك ومن هاي الأمور أبدا، وإنما أنا بحدد الوقت اللي أنا بحب أشتغل فيه مع الناس اللي أنا بختارهم. كمان هاي ميزة كتير رائعة بفوريفر، إنك تختار الناس اللي انت بترتاح معهم، ما بيجبرك عليهم الوضع اللي انت فيه ابدا ابدا. ايضا في مزايا تانية كتير حلوة، وخاصة للسيدات الربات المنزل، انه انا فيني اشتغل واكسب فلوس وانا جنب الاولاد، يعني هيك بتكون ما روحت دراستها على الفاضي مثلا، وكمان عم جمع فلوس. وانا شاهدت كتير سيدات
من كل أنحاء العالم حققوا فعلا هذا الشيء هون بالبيت، في منهم مهندسات، في منهم صيدلانيات، وجمعتنا فوريفر. أهم شيء إنه ما في دوام محدد، فينا نرجع بالوقت اللي بدنا إياه للعائلة، أخذ بريك، حابب أسافر، حابب أطلع، حابب اليوم أعمل أوف، هذا الشيء أنا بحدده. والشيء المهم أكتر إني أنا لو حتى انقطعت فترة عن الشركة، فأنا وصلت لرتبة معينة، الشركة ما بتكنسل لي إياها أبدا أبدا، وأنا فيني بالعكس أزيد شغلي وأترقى لدرجات أعلى وأعلى. يعني ما في عنا تحديد، أنا ما بحدد لك الرتبة اللي أنت وصلت لها، بالعكس أنا بدعمك لحتى توصل لدرجات أعلى وأعلى. طيب طبعا في رتب كتيرة بالشركة حتى تعرفوا عليها، بتبدأ بمسوق جديد، مساعد مشرف، مشرف، مساعد مدير، مدير، و سفاير، ولا توصلوا للدايموند مانجر. طبعا في عندنا أيضا الميزة المضافة أيضا هي الحصول على عمولات على حجم مبيعات الفريق. يعني مثلا أنا بحب أشتغل لهذا العمل وأسوق، وجارتي نفس الشيء، فأنا ضميت جارتي للعمل معي. أي عمل أو أي مبيعات حتكون فيه هي وفريقها، فأنا حيكون إلي كوميشن أو عمولة بتتراوح من 20% ل 33%، حتكون لي مبلغ محترم جدا جدا. فمجرد ما أنا وصلت لرتبة مساعد مشرف، فأني قادر أبدأ أشكل فريق من كل أنحاء العالم، ما حصر إله. يعني ما فيني أقول لك لا لازم 5 أو 6، فيك تسجل مليون شخص معك بدون أي مسؤولية، وبالعكس نحن بندعمك لحتى تترقى بالعمل. أيضا الترقي تلقائيا مع ترقي الفريق، يعني أنا تعبت مع شخص وطلعته رتبة، فأنا رح أترفع معه. يعني فينا نقول إنه حب الخير لغيرك حيجيك الخير. من هذا المنطلق فوريفر تعطينا أيضا إمكانية الحصول على حوافز إضافية. السؤال إنه أنتوا رح تنجحوا معنا بفوريفر، بالنسبة لإلي أنا أوكي، بس سؤال موجه لكم أنتوا، هل رح تنجحوا؟ في قصص لنجاحات كتير أشخاص معنا، مثل ما عم تشوفوا بالصور، إنه مصممة، ممرضة، ومختص بالفيزياء، 2 اشتغلوا مع بعض وحققوا نجاحات، طبيبة ومالك مخبز، مصممين برامج ومواقع، أصحاب شركة تنظيف، مهندسين، كل هدول الأشخاص انضموا لفوريفر وحققوا نجاحات أيضا على صعيد فوريفر غير صعيد عملهم. بالعكس صاروا يمولوا أصلا عملهم الأول. فممكن انت تكون فاشن ديزاينر او تكوني فاشن ديزاينر، فما معك الفلوس انك تعملي براند خاصة فيكي، فمن خلال العمل مع فوريفر ممكن تجمعي الفلوس لحتى توصلي للشيء اللي بدك اياه. مثل ما شايفين سيدات من مختلف الدول، في عنا سيدة سعودية هون عائشة جمعة، في عندنا ناس من ألمانيا، من السعودية أيضا، يعني من مختلف الجنسيات، حتلاقوا حققوا أرباح وحققوا مبيعات. السؤال اللي رح نسأل حالنا، السبب اللي بيخلي الناس تنضم لفوريفر، إما لحتى يحصلوا على صحة أفضل، أو يكونوا مكتسبات، يكون عندهم فلوس. فأنتوا بكل الأحوال مستفيدين، سواء هيك سواء هيك. بصراحة أنا قابلت كتير سيدات بالبداية دخلوا لفوريفر لحتى يعتنوا بشرتهم وبجمالهم وبصحة أطفالهم، بناء على تجاربهم من المنتجات كونوا عمل. طبعا هاي هي فوريفر، وهاي هي فرصة العمل معها. في تفاصيل ممكن تحصلوا عليها كمان من خلال المحاضرات القادمة. انبسطت كتير بوجودي معكم، وأكيد بتمنى لكم التوفيق، ورقمي موجود على الفيديو.